والى انتخابات ايران حيث اعلن وزير الداخليه الايراني احمد وحيدي في ختام اليوم الخامس والاخير لتقديم الترشيحات في الدوره الرابعه عشره لانتخابات الرئاسه الايرانيه ان عدد المتقدمين بلغ ثمانين شخصا ويعمل مجلس صيانه الدستور المؤلف من عشر عضوا في فتره لا تتجاوز سبعه ايام على تاكيد اهليه المرشحين لخوض الانتخابات او رفضها وفق معايير محدده على ان ينشر في الحادي عشر من يونيو الجاري قائمه المرشحين المؤهلين لخوض المنافسه